إذا حابب تشتري كوينز وتظبط تشكيلتك لفريق الموسم، عندك موقع يوسف ام اي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم وآمن، وعاملين عروض خرافية بمناسبة فريق الموسم. رابط الموقع بالديسكريبشن، وأيضا موجود كود خصم استخدمه عند الشراء بيخصم لك خصم زيادة 5%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أوف ثري جيمر، معكم اليوم بمقطع جديد من الكارير مود مع برشلونة. الحلقة هاي اللي غالبا أن الحلقة السادسة تقريبا، وصلنا ماني متأكد من الرقم بس إن شاء الله إنه صح. فلا تنسوا اللايك بالبداية والاشتراك في القناة إذا ما اشتركتوا، شكرا على الدعم بالحلقات الماضية، عم نوصل دعم أسطوري والنادي ما زال. يعني انا كل حلقه بقول لكم ان النادي عم يعمل لي شويه مشاكل، لكن فعليا هذا الشيء حقيقي. يعني انتوا لا تفكروا ان انا عم كذب عليكم مثلا او شيء، نحن علاقتنا ببعض ممتازه. انا اول مدرب ببرشلونه، علاقتي مع الجمهور بتكون ممتازه لهالدرجه، صح ولا لا؟ لا صح ولا لا؟ جاوبوني صح ولا لا. على كل حال لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه اذا ما كنتوا مشتركين. هاي الحلقه مهمه جدا لانه مجموعتنا بدوري الابطال مشتعله على الاخر، وانا الصراحه شوي كان في مشاكل بالحلقة الماضية بدوري الأبطال، فعم نحاول نتحسن مشان نتأهل على الأقل لدور 16، ما نطلع من دور المجموعات. هذا بيكون شيء سيء وغالبا النادي رح يعمل لي مشاكل كبيرة. على كل حال اشتركوا بالقناة إذا ما اشتركتوا، حسابي بالإنستغرام نزلكم منه تفاصيل بالنادي، روحوا تابعوني على الحساب، رابطي بالدسكريبشن أو رابط الحساب، وخلونا نبدأ. يعني شوف من بدايتها مباراة ضد غرناطة اللي هو أصلا بالمركز اللي ما بعرف كم، فبظن المباراة إيزي وراح نعمل محاكاة نشوف شو بيقدروا يعمل الفريق. ننزل بلعيبة بدلاء، نعطي فرصة خليني يتطوروا. موريبا كمان 5 مهارات 5 يكفوت، ما بعرف إذا انتبهنا لهذا الشيء من قبل، بس اللاعب عم يتطور بشكل رهيب. يعني بتقدر تقول جيبوها غرناطة إيزي، غرناطة إيزي بالنسبة لإلكم. أيوه 2-1 حلوين، ممتاز ممتاز ممتاز. ميسي سجل، وأيضا بالإضافة ل عثمان ديمبلي نزل بديله سجل جول، ممتاز ممتاز ممتاز. الآن مسألة التعاقدات الجديدة، الصراحة في كتير اقتراحات عن أجنحة، لكن رح نحاول نشوف الأنسب أو الأفضل من بيناتهم نحاول نتعاقد معه. معنا ميزانية كبيرة، والناس قالت لي إنه إذا ما تعاقدت بالميزانية اللي معك ممكن الإدارة بآخر الموسم تأخذ الميزانية هي منك. ماشي، الإدارة ما قالوا لي على هالشي مع إنه أنا المدرب، ما بعرف إذا هذا الكلام صح ولا الناس هيك، مع إنه أنا يعني علاقتي بالإدارة منيحة تعتبر، لكن رح شوف إذا والله الإدارة عملوا لي مشكلة مالي ضال لهم بهالفريق. هذا أول لاعب بنضيفه للقائمة، خلي المراقب يراقبه نشوف الريتنج عنده كم. ممكن يكون تعاقد تقيل، لكن حابب أشوف أصلا اللاعب هل ممكن أصلا تعاقد معه ولا لا، لكنه لاعب فخم ممكن يكون إضافة جدا كبيرة، لكن رح أستنى لفترة الانتقالات إذا بدي أتعاقد مع لاعب فخم مثل ساديو ماني مثلا. الجناح الأخير اللي هو يعني كاراسكو، جناح أتلتيكو مدريد، الصراحة طاقات كاراسكو منيحة وعجبتني، فممكن اني اتعاقد معه. خليني شوف مين اللي رح يجيب لي نتائجهم المراقب بالاول، بعدين بنشوف مع مين رح نختار من بيناتهم. خلينا نشوف سيميوني بس شو ممكن انه يطلب بكاراسكو، يعني نعطي نظره مبدئيه هيك على اللاعب. اذا قدمنا له مثلا 40 مليون هل ممكن انه يوافق سيميوني؟ طالب 39 مليون بالاضافه لترينكاو. يا سيميوني يا سيميوني، ممكن اقدم له 44 مليون اذا وافق كان بها، ما وافق الصراحه رح نستنى لفتره الانتقالات، ممكن يكون عندنا خيارات اكثر. 54 مليون لا والله كثير يا سيميوني، معليش يعني صراحه اكثر من هيك ما راح ادفع. اوه اتفق معي، وافق ممتاز ممتاز، لكن والله حاسس انضحك علي. لا والله كثير يا جماعه، انا اعطيتهم كثير، ما بعرف ليش مشيت مع سيميوني وقلت له هذا، لكن شكله ضحك علي. خلص خليهم هلا، خلينا لسه معنا وقت لفتره الانتقالات. اصلا حتى لو تعاقدت من الان ما راح استفاد شيء، لسبب وهو انه ما راح يجيني اللاعب الان، لازم اني استنى لفتره الانتقالات بكل الاحوال. فهات نشوف عنا مباراة ضد هويسكا كمان ايزي، هي بحاكا الفريق ايزي بفوزة. يلا يا شباب ايزي هويسكا ايزي، 5-0 بدنا، 2-0 بس. جوردي ألبا سجل بالإضافة لفرانكي يونغ، ممتاز جدا يا شباب، انتوا عم تأدوا حتى لما انا يعني ما اكون مهتم كتير، عرفتوا؟ عادي بتأدوا بتفوزوا، فهذا ابداع منكم يعتبر. ديونغ صار 88 ريتنج، هذا شيء ممتاز جدا، بالإضافة انه المهارات والويك فوت عنده عالية، فإضافة كبيرة تعتبر الصراحة. عندنا مباراة كمان الآن ضد ريال بيتيس صاحب المركز الخامس. كاراسكو والله معليش يعني شوف أنا ممكن أتعاقد معه، لكن بشرط إني راح أعطيه راتب قليل، إذا وافق أوكي، ما وافق ما بحس بندم ساعتها. طالب دور تدوير بس، طيب ممتاز ممتاز يا جماعة، في لاعب كنا عم نتعاقد معه الريتنج عنده بالسبعينات وطالب دور هام. طيب مبدئيا أنا راح أعطيك راتب 70,000، إذا بدك توافق أوكي، ما بدك توافق ما بحس بندم ساعتها. إذا بده يوافق وافق، هيك ما بدفع راتب ساعتها. ما وافق، أوكي؟ على راحتكم، على راحتكم، أنتم حرين. الآن أنا مباراة ضد صاحب المركز الخامس ريال بيتيس، لازم إنه نلعب المباراة لأنه يعني مركز خامس فيعتبر فريق قوي، راح أنزل بالتشكيلة الأساسية، والشيء التعديل اللي ممكن إني أعمله هو إنه ميسي راح أخليه مهاجم، ماشي؟ ما بعرف إذا هو بالمهاجم
كيف عاملين عاملينه ناقص واحد ليه؟ بس ايزي ايزي. هي ميسي هيك سي اف وجريزمان كام ماشي هيك صح. انه انت عم تلعب على اساس من غير اس تي بس عادي جوا الجيم ما بتظن بتاثر. خلينا نشوف الفريق كل اللعيبه صارت، حتى جريزمان صار 5 مهارات 5 يكفو. يا جماعه هجومي كامل 5 مهارات 5 يكفو، راح ينزل لكم جلد خلاص خلاص بالملعب جلد. انا قلت لهم للعيبه انا الصرامه عندي، لازم انت بدك تلعب اساسي بدك تتدرب، ما عندي غير هيك. اخ اخو اخيرا رجعنا لاجواء الدوري الاسباني احسن من هذنك يا رجل تبع دوري الابطال كانوا يجلطوني. انتوا يعني ناس لطيفه شويه. هات لنشوف هات. ليش العنصرية ضد جريزمان؟ ليش شايفين جريزمان بالكام وميسي بالهجوم؟ لازم كل التطبيل يروح لميسي يعني ولا شو القصة بالضبط يا المدرب؟ فهمنا. لازم التطبيل يروح لميسي. لا حلو حلو انت ما شاء الله عليك، حسسني انه ميسي لاعب بحارتكم، عرفت ما بيستاهل التطبيل. اول شيء هي قراراتي انا المدرب هون، هاي قرارات انت ما لك علاقه فيها، انا ببدل بخطتي ولا بعمل اللي بدي اعمله، هذا الشيء انا حر فيه. لا تعملوا اثاره جدل من الزباله مثل كل مره. خلاص انا حابب لعب جريزمان، حابب جرب. انت شو لك علاقه؟ تقعد تقول لي اثاره جدل، لو سائل سؤالك عادي بجاوبك، انما تقعد تقول لي تطبيل ومدري شو. لا هي اسئلتكم بايخه بطلوا لنا اياها، ما بدنا هي الاسئله. نحن فايتين نفوز ورح نجرب خطه جديده ورح تثبت نجاحها هاي المباراة وراح تشوفوا هذا الشيء. يلا 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 يا ريال بيتيس، ما بظن فريق صعب ماشي، ما في مجال للخسائر. ريال مدريد عم يستنانا على غلطة بسيطة بس. راح 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 راح. الله عليك قلنا والله كفو يا فاتي. أسطورة 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 والله. إبداع يا شباب إبداع. خلص طالما الفريق كله هيك قدام دربناهم على مسألة القدم الضعيفة وصار أي لاعب بيستخدم رجله اليسار أو اليمين عادي فهذا شيء ممتاز. إيزي بدي أنا هدفي بهاي المباراة بس إني ما أو ما فريقي يتلقى أهداف، أهم شيء بمباراة هي فريقنا ما يتلقى أهداف. ليو يا الله يا ميسي، سلام عليك يا ميسي سلام. هاي وهدي كمان يا ميسي وهدي وهدي والله أسطورة والله. يا عيني يا عيني يا جريزمان يا عيني يا جريزمان من برا المنطقة يا جريزمان من برا المنطقة يا جريزمان. اوكي فلسفة يا جريزمان ما لها داعي يا جريزمان. سلام سلام يا فالفيردي سلام على العودة. روح يا فاتي. الله فاتي 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 حطي ليو 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 ليو. يا ميسي يا ميسي الابداع اللامتناهي. بعد ما جددنا العقد وميسي جلد 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 هذا اللي بدنا اياه يا ميسي. النتيجه الان تعادل ايجابي بهدف لكل فريق. معلق ناشونال جيوغرافيك هي شو جايبه على المباراه لعندي؟ شو جايب معلقين ناشونال جيوغرافيك لعندي؟ روحوا ارجعوا لمكانكم بس. يا عيني يا عيني شباب استمروا هذا الجلد بدي اياه. خليكم هي خلينا ناخذ الدوري بقى هذا اللي بدنا اياه. صار وقت نعطي فرصه للعيبه البدلاء كمان عشان نشوف مستويات زياده. حلوين ريال مدريد فايزين 2-0 عم يقول المعلق. ليو با 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 لا يا ميسي ارحم يا ميسي ارحم يا وحش. هاتريك هاتريك ميسي بلحظة بيكون الهدافين ترتيبه قليل بلحظة هاتريك ورا هاتريك ورا هاتريك بصدارة الهدافين. واو يا ميسي واو واو يا ميسي واو. يا سلام يا مريبة لو يا مريبة يا عيني يا ميسي. روح يا ميسي. بيدري 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 اعطي واحدة لتحت. سلام عليك مريبة. الله يا المواهب الله. تعال يا بيدري تعال يا بيدري تعال يا بيدري. احتفل مع بيدري احتفل مع بيدري مع بيدري. الاي كيو يا شباب الاي كيو. عادي لا تحزنوا يا ريال بيتيس لستم الوحيدين ولكنكم الأسوأ. ايزي يا شتيجن ايزي. واخيرا شفنا شتيجن شو لابس بالمباراة واخيرا. شايفين تبديلات المدرب كيف تفرق؟ نزلت بيدري ونزلت موريبا على طول فرق واحد صنع والتاني سجل. هون بتبين لمسة المدرب. جي 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 يا شباب بدعتوا بدعتوا احسن مباراة لنا هذا الموسم من حيث الأهداف كثيرة ما تلقينا أهداف. ميسي هاتريك في أداء في لعب في إمتاع إبداع وأهداف. فوق على الفوز حابين نسأل ليش بيتيس ما قدر إنه يسجل أي هدف بهي المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة الفكرة كالتالي بيتيس يعني هو فريق
يعني ماله هالفريق الكبير. اوكي كان المفروض انه المباراه يعني تكون سهله بالنسبه لنا، بس مساله انه ما قدروا يسجلوا. يمكن لو عندهم سنابري وعم يلعبوا ضد فريق ثاني كانوا سجلوا بالدقيقه 94 شي جول، بس لكن نحن عم نلعب ضد برشلونه مش عم نلعب ضد فريق حارتهم هدول. ايزي مباراه بالنسبه لنا. شبك ريال مدريد تعادلوا 2-2، ممتاز هذا التعادل، ممتاز جدا لمصلحتنا، ممتاز. والان العوده لاجواء دوري الابطال مره اخرى. اوكي هذا اللاعب عم يتطور تقدر تقول. اكاديمية الشباب انا عم حاول اهتم فيها، لكن صراحة بدي لعيبة شوية اعتمد عليهم. هذا اللاعب ممكن يكون جيد، 200 سنتيمتر طوله، مترين، حارس ممتاز ممكن يكون للمستقبل. ممكن اني اعمل له تصعيد من الان، نحاول نشوف هذا الحارس لانه نيتو ما في غيره غير شتيغن يعني، فما في مانع انه يكون في حارس ثالث، نعمل له تصعيد نشوف مستواه. المباراة هي ضد هذا النادي للأسف أنا ما بدي ألعبها، لكن الخسارة فيها نحن بشكل عام مهددين بالخروج، فلازم أني فوز ماشي. طبعا بين يوفنتوس ودينامو كييف في فرق نقطة، فالفوز بهي المباراة من الممكن أن يصير المركز الثاني، لكن الصدارة بظن صعبة لأنه إذا خسروا يوفنتوس وفازوا دينامو كييف رح يصيروا هن الأوائل، فالصدارة مستحيلة حتى لو فزت. طيب بسم الله، هات هات يا ولد، هات 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 أسئلتكم. بس اللي ما فهمنا نحن ليش خسرت حالك يعني بأول مباراة؟ هل مشان تعمل إثارة وإنه فريقنا رح يتأهل على آخر الجولات وتعمل شو إعلامي ومن هالكلام عامل فيها يعني الإثارة؟ إثارة عامل فيها الإثارة، رفيقك بالمدرسة لأنه أنا عامل فيها الإثارة. لا تعال تعال اقعد معي، تعال اقعد معي تفضل، إذا بدك تجي تقعد، إذا بدك تعال اقعد محلي، إذا بدك تعال حل المكاني بالمرة. ماني فهمان شو قصتك أنت كمان، كل مرة بدك تعمل لي إثارة جدل يا أخي. لا بد تجيبوا له هذا على المؤتمرات الصحفية، لسه كل مرة بده يعمل لي قصة. خسرنا بسبب إنه أداء الفريق كان فاشل، كنا عم نجرب خطة جديدة، بس هلا بلشنا نتدارك الأوضاع، نحاول نعدل نتائجنا، نتأهل لدور 16 يعني بأقل الأضرار. إنما عدا عن هيك لا تعملوا لي إثارة جدل، هذا ما بدي أشوفه مرة ثانية بغرفة بالمؤتمر الصحفي. هي انا عم قلكم اللي بيجيبه مره ثانيه مالي رح احضر مؤتمرات، هي لاداره المؤتمرات الصحفيه عم قلكم، اذا بشوفه هذا مره ثانيه هون مالي حضر مؤتمرات. هذا الشيء لكم، هذا الكلام رح نفوت ندعس ورح نفوت نفوز ورح تشوفوا هذا الشيء. اهم شيء فزنا، نعمل محاكاه بين الشوطين وامورنا ممتازه، لكن اذا فزنا بالشوط بنتيجه مريحه ماشي. ما بعرف انا ما بحب هاي الفكره، لكن اوكي طالما فايز وانت مأمن نتيجتك ماشي، من ممكن انك تعملها يعني، مو شغله غلط. روح يا غريزو، روح يا غريزو، روح يا غريزو، روح يا غريزو. فالفيردي اسطوره. غريزمان الله، ايزي 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 بالنسبه لكم. وحش يا غريزو وحش. هاي هذا المستوى اللي بدنا اياه، هذا المستوى. إذا 2-0 بين الشوطين ماشي بنعمل محاكاة، عدا عن هيك صراحة رح أكمل لأنه مالي ضمنان يسجلوا، إنما جولين مستحيل إنه يسجلوهم. سلام سلام فاتي 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 فاتي. يا الله يا الله يا الله يا الإبداع يا فاتي، والله مبدع. واو واو ديونغ ديونغ، شكرا شكرا على الاسترجاع. وين الدفاع؟ طيب ديونغ راجع يقطع من منطقة جزائي، وين دفاعي؟ ركزوا يا شباب، حلوة دست حلوة دست حلوة حلوة حلوة. غريزمان روح يا غريزمان، روح يا غريزمان. الثنائية الثنائية صار لك فترة مسجل يا غريزمان. يا الله يا العارضة. يا رايق يا غريزمان، وهدي كمان. يا عيني على العودة للتسجيل يا غريزمان، هي بس فترة بسيطة هيك غريزمان صار يصنع أكثر من ما يسجل. الآن رجع غريزمان وحش، ما في بيكفوت، خلص خمسة مهارات خمسة ويكفوت. غريزمان جولين بهالمباراة، جولين يا جماعة. انتبهوا بآخر الشوط، انتبهوا. وحش يا جوميز وحش، شيل التماس، شيل 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 شيل. ممتاز ممتاز ممتاز. رح اجرب مسألة المحاكاة هالمرة، إذا حسيت والله الوضع ما حلو أو بيض ما رح أكررها مرة ثانية الصراحة. طالما فايزين 2-0 والأمور سهلة، نشوف الفريق شو بيقدر إنه يعمل إذا عملنا محاكاة لهي المباراة. الانتقال إلى النتيجة، الانتقال إلى المحاكاة. أوكي هيك خلاص؟ 2-1، أو ماي جاد، شايفين كيف سجلوا علينا؟ ما بتضمن يعني. أهم شيء الآن نشوف نتائج بقية الفرق، هل مثلا أو يوفنتوس فازوا 2-0 على دينامو كييف، أفضل لي الصراحة أفضل لي، لأنه يوفنتوس غالبا هن اللي ممكن إنه يتأهلوا معنا. يوفنتوس بالصدارة،
حسنا مركزنا، صرنا بالمركز الثاني، مهم جدا اني ركز بدوري الابطال مشان نقدر نتاهل. دينامو كييف المركز الثالث، مباراتنا الجايه غالبا مع اليوفي، والمباراه الاخيره راح تكون ضد دينامو كييف، فلازم على الاقل اني فوز بمباراه من هدول المباراتين مشان اقدر اني اتاهل، لانه الوضع ما زال صعب وما له مضمون بصراحه. 7 نقط من 4 مباريات يعتبر شويه قليل. فصراحة أنا مبسوط بالفريق. إذا عندكم اقتراحات للاعبين خلص الحلقة الجاية إن شاء الله بدي أتعاقد مع لاعبين كتار هيك وزبط الفريق. لكن هي لأنه الفكرة يا جماعة إنه فترة الانتقالات بكل الأحوال قافلة، فحتى لو تعاقدت من الآن ما رح يجي اللاعب، فما رح استفاد شيء. مشان هيك أنا عم خلي لفترة الانتقالات. لكن اللعيبة كلهم متطورين، اشتيغن 91، ديمبلي متطور، حتى الفينش عنده متحسن، فاتي الفينش عنده أسطوري، لكن ايه الفينش عنده +3 بس، كان الفينش عنده +9 بوقت من الاوقات، لكن لانه الظاهر انه لانه اللياقه رايحه يمكن او شيء. لكن كل اللعيبه مبدعين، 5 مهارات 5 ويك فوت، وحتى فالفيردي صار 5 ويك فوت، فشيء ممتاز الصراحه. فشكرا على المتابعه، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالمقطع، لا تنسوا اللايك بالنهايه والاشتراك بالقناه. طالما الدعم اسطوري عم حاول انزل لكم حلقات اكثر من داخل النادي، لانه يعني دعم اسطوري حماس كبير حلقات اكثر، هي هيك معادله بسيطه ماشي. فدعموا المقطع باللايك، لكن يعني على قد ما بقدر انا عم نزلكم عشان تكونوا عارفين، لانه المونتاج بياخذ وقت طويل بهي الحلقات. شفت ناس عم تقول لي نزل كل يوم، يا شباب اليوم 24 ساعه ما لهم 100 ساعه، لو 100 ساعه او 200 ساعه من الممكن ساعتها، لكن هو 24 ساعه. فدعموا المقطع باللايك والاشتراك بالقناه مشان ننزل حلقات اكثر، وشكرا لكم على متابعه حسابي انستغرام، روح تابعوني عليه بالديسكربشن. وبس هذا اللي كان عندي اليوم، في امان الله.